اختتم فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني زيارة رسمية إلى تركيا، التقى خلالها رئيس وزراء تركيا داود أوغلو ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان تلقت بوابة الوسط نسخة منه إنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا بما يحقق تطلعات الشعبين في الأمن والاستقرار وتبادل المنافع في ظل احترام كل منهما خصوصية الآخر وبعيدا عن التدخل في شؤون داخلية لكل منهما. وقال السراج إن التواصل الخارجي مع دول العالم الذي يسير جنبا إلى جنب مع التواصل مع شركاء الوطن كافة في الداخل يهدف لتذكير المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه ليبيا والإسراع في تنفيذ وعوده في هذا الصدد. وأضاف إن الوصول لأفضل صيغة لتطبيق الاتفاق السياسي سينهي حالة الاحتراب الداخلي والفوضى ويوحد جهود أبناء ليبيا لخوض معركة مقدسة هدفها بناء دولة المؤسسات والقانون والقضاء على الإرهاب. المزيد زوروا الوسط.ly.